بفقرة بتهمنا كتير بحياتنا العملية، واليوم أي حدا فينا حابب يبلش مشروعه الخاص أو حابب يدخل لسوق العمل لابد أنه يكون عنده خطة تدريبية معينة، يلجأ لدورات تدريبية وأكيد أنواعه المختلفة لفترة ومدة معينة كرمال تساهم هذا الموضوع بصقل مهارات وقدرات الشخص. أكيد كل حدا فينا اليوم بحاجة للتدريب قبل مجاله قبل ما يدخل لسوق العمل، وكثير من الشركات والمؤسسات قبل ما يدخل يمكن الشخص عفاف يقولوا له انت شو عامل خبره، شو عندك تدريب، سنوات تدريب. لهيك اليوم هيدي لازم كثير نركز على اهميه التدريب صحيح. المحترف، لانه بتعطي مساحه واسعه للتقدم وللابداع ولاكتشاف الجوانب القويه بشخصيه الطالب او المتدرب. اليوم شو اهميه التدريب المحترف للشخص المتدرب لانخراطه اكثر بسوق العمل وتسهيل فرص العمل عليه، وايضا وين ما راح ان كان مؤسسات خاصه ولا عامه يكون بايده شهاده خبره محترفه واكيد من اكاديميه محترفه. للحديث بشكل موسع اكثر عن هذا الموضوع رح نحكي عن اهميه التدريب وانواعه وانعكاساته ايضا على شخصيه المتدرب وتاثيره على سوق العمل. كل هاي التفاصيل مع الدكتور المستشار ناصر قيدبان وهو رئيس مجلس اداره الاكاديميه للتدريب وريادة الأعمال أيضا. صباح الخير دكتور ناصر، أهلا وسهلا فيك. أهلين، صباح النور. يسعد صباحك دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. خلينا هيك بالبداية نعطي نخبر المشاهدين أكثر عن ضرورة التدريب بالنسبة لنا بكل مجالات الحياة. حقيقة عندما نتحدث عن التدريب نكون نتحدث عن مفردة أو عن مصطلح أو عنوان عريض، أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى للوصول إلى عالم أفضل. عندما نقول أن العالم يكون أفضل بالعلم والبحث العلمي، هذه قاعدة ونظرية أصبحت مسلم بها، ولكن العالم يتطور باستمرار. نحن في 20 سنة الأخيرة نختلف كثيرا عن 50 سنة ما قبل 20 سنة الأخيرة، بمعنى أن هنالك سرعة في التطور، هنالك استثمار للزمن، أصبح الزمن مورد تنافسي، أصبحت السرعة مورد تنافسي. سابقا كنا نقول التأني وفي التأني سلامة، اليوم نستثمر في الزمن، في السرعة، في الوقت لكي نكسب المستقبل. من هنا أتت أهمية التدريب ومصطلحات التدريب، لأن في التدريب هنالك خبرة، التدريب يورث الإتقان، دائما في التدريب هنالك فرصة، التدريب يفتح لك أبواب الفرص، بمعنى أن التحصيل العلمي هو منهاج دراسي محدد يؤدي إلى تخصص معين مفيد جدا في الحياة، ولكن الأكثر أهمية هي ردم الفجوة ما بين متطلبات سوق العمل والتي تتجلى بأن هنالك الكثير من المؤسسات والشركات والهيئات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص بحاجة إلى خبرات معينة لتحقيق أهدافها وطموحاتها من حيث الشكل والمضمون، بمعنى من حيث التطور النوعي والأرباح. اللي عم بيصير انه المؤسسات بحاجه لهالخبرات، والكوادر والخريجين الجامعات والتحصيل العلمي كثر يبحثون عن عمل، رغم ان هنالك الكثر يبحثون عن عمل الا ان هؤلاء الذين يبحثون عن عمل لا يجدون فرص العمل، في فجوه ما بين طالب فرصه العمل وما بين الجهه التي تحتاج الى خبره والى كوادر. بالتدريب يتم ردم هذه الفجوه لتاهيل هذه الكوادر بما يتلائم مع سوق العمل. نحن في أكاديمية دايموند فيوتشر همنا الوحيد وهدفنا ورسالتنا ومنهجيتنا في العملية التدريبية التدريب النوعي الذي يؤدي إلى ردم الفجوة بين سوق العمل وبين طالب العمل، بمعنى تحقيق فرص عمل. عندما نقول تحقيق فرص عمل يعني نساهم بشكل أو بآخر في دعم التنمية الاقتصادية، في تحقيق النمو والتنمية. فالتدريب أهميته عالميا من كونه يعني يسقل معلومات الفرد ليوصله إلى كفاءة معينة. عندما نقول خرجنا دفعة جديدة من الكفاءات إلى سوق العمل، يعني هذه الكفاءات بعد التحصيل العلمي وصلت إلى مرحلة متقدمة من الخبرة والمعرفة كيفية التقاط مفاتيح العمل في هذه الحياة، بمعنى نحن لا ندرس منهاج فقط وإنما نعلم في كافة مناحي الحياة لنستثمر في الشخص لبناء شخصية قيادية من خلال التأهيل والتدريب
المعرفة. طبعا نحن عم نشوف دكتور ناصر لقطات من الأكاديمية أثناء تخريج دفعة الطلاب. خلينا نحكي اليوم عن نمط التدريب، عم نشوف في فرحة هيك بوجوه الطلاب يعني كأنهم هيك حاصلين على شهادة احتراف، هنهم طلعوا من الأكاديمية محترفين للشيء اللي تدربوا عليه. نمط التدريب اليوم بالأكاديمية شو هو اللي بيميزه عن خلينا نقول باقي الأنماط اللي صارت ممكن شوي قديمة أو صارت يعني بشكل معروف نوعا ما، اليوم في تجديد وتطوير بنمط التدريب؟ أكيد اليوم التدريب مختلف تماما عما سبق، وهذا ما يميزنا عن الكثير من المراكز التدريبية التقليدية. اليوم المركز التدريبي التقليدي أو التدريب التقليدي بشكل عام لا يضيف إلى أحد شيئا، لذلك أي مواطن أو أي شخص يستطيع أن يحصل على المعلومة بالشكل الطبيعي والعادي. ولكن مهمتنا في أكاديمية دايموند فيوتشر ليس فقط التأهيل فقط، وإنما التأهيل الاحترافي والتأهيل النوعي، بمعنى نحن يجب أن نميز أو الخريج عندنا يجب أن يتمكن من التمييز ما بين كيف يكون قادر على اتخاذ القرار، كيف يبني شخصية قيادية. الشخصية القيادية هي ليست شخصية عادية، هي شخصية عالية المستوى وغير عادية. خلينا ناخذ مثال من حضرتك دكتور ناصر بخصوص المجالات يلي مشاركة بالأكاديمية وعم تتدرب عندكم، يعني مثال بسيط عن إحدى المجالات كيف تم تدريبه. هلا نحن عنا من يومين تم تخريج دفعة جديدة من الكفاءات في مجال الريادي وإدارة الأعمال. نحن هنا نعلم المنتسب إلى الأكاديمية كيف يصبح رائد أعمال، وهنالك فرق كبير بين رائد الأعمال وبين الإداري أو إدارة الأعمال، وهن متلازمان. عندما نقول أننا نصنع نجوم أو نصنع رواد أعمال، أكيد نصنع فرق بين حالة الطالب أو المنتسب قبل دخوله للأكاديمية وبعد دخوله، وهذا هنالك شهادات كثيرة يعني وفرص عمل كثيرة تم توفيرها لخريجينا يعملون في سوريا وخارج سوريا نتيجة الكفاءات التي تلقوها في أكاديميتنا. عندما نقول ريادة الأعمال يعني نحن نعلم الخريج كيف يصبح جريء في اتخاذ القرار، الجرأة في التفكير، الجرأة في التنفيذ، كيف يتمكن من أن يحول نمطية التفكير من أن يسعى إلى تحقيق وظيفة بسيطة متواضعة بأجر بسيط إلى أن يكون رائد أعمال لديه مشروعه، ينشئ مشروع جديد أو يطور في المكان الذي يعمل به من حيث الجودة، من حيث قسم جديد، من حيث إنتاج جديد وهكذا. فلذلك الريادي وإدارة الأعمال هي إحدى الأمثلة. أيضا نحن ندرس وندرب في مجال الاحترافي في العلاقات الدولية والشؤون الدبلوماسية. أهمية هذا الاختصاص كون الخريج يصبح منتج جاهز وكفاءة جاهزة للعمل في السفارات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ولدينا كثيرين من الخريجين الذين وجدوا فرص عمل، ونحن نساعد حقيقة. نحن نعتبر أكاديمية دايموند الدائم مستشار الخريج الدائم، نحن نلاحق هذا الخريج بالمتابعة لتوفير فرص عمل من خلال أيضا شبكة العلاقات العامة التي نتمكن من بنائها داخل سوريا لدى المنظمات الدبلوماسية والعربية ولدى الشركات والمؤسسات القطاع الأعمال في سوريا وخارج سوريا. عندنا العديد من الخريجين تمكننا من توفير فرص عمل لهم في دول أخرى وفي داخل سوريا، وبالتالي نحن عندما يكون لدينا كفاءات عالية يعني هنالك منتج نوعي، يعني عندما يكون هناك منتج نوعي يعني في جودة في الحياة. إذا بشكل أو بآخر نحن نمارس في تحقيق جودة الحياة من خلال التدريب المعرفي. تمام دكتور، ذكرت نقطة عن ريادة الأعمال، خلينا نوضح للمشاهدين أكثر شو بنقصد نحن بريادة الأعمال، وكمان شو الفرق بينه وبين إدارة الأعمال إذا فينا. حقيقة هنالك فرق كبير بين الريادي أو ريادة الأعمال وإدارة الأعمال. إدارة الأعمال هي الإدارة أو هي سلوك تنظيمي إداري لمؤسسة أو مديرية قائمة، يعني الإخبارية السورية أو مؤسسة الطيران العربية السورية أو أي مؤسسة لديها إدارة تدير شؤون هذه المؤسسة أو هذه المديرية من خلال سلوك تنظيمي إداري وفق النظام الداخلي اللي موجود لهذه المؤسسة. بينما ريادة الأعمال هي مشروع جديد أو مشروع موجود تم تطويره، يعني هنالك إبداع تكنولوجي، هنالك إبداع في الأدوات، هنالك منتج جديد، هناك شركة جديدة. لذلك نقول عن ريادة الأعمال أنه يتحمل المسؤولية وبيخاطر
ويبني مشروعا جديدا على مسؤوليته. الريادي هو شخصية قيادية، لديه ثقة في النفس، لديه إمكانية لإلهام الآخرين، لديه إمكانية لتحمل المسؤولية، لديه رؤية مستقبلية، لديه خطة، لديه حزمة كبيرة من المعطيات يجعل الأشخاص اللي يعمل على قيادتهم وإدارتهم هم راضون وراغبون في العمل مع هذا الريادي لتحقيق الهدف، والجميع يعتبرون هدفهم واحد. يعني بمعنى القيادي والريادي لا يسيطر على المنشأة والمؤسسة، وإنما يدير هذه المنشأة والمؤسسة من خلال رضا الآخرين بأنهم سيحققون أحلامهم وطموحاتهم من خلال هذا الريادي. بينما في الإدارة هنالك سلوك وبرنامج عمل وساعات دوام يجب إنجازها، ولا يتم تقييم الأمور على أساس الإنتاجية والنوعية. فالريادي مبدع. تمام. يعني اليوم دكتور نسمع كثير عن قصص حالة بطالة، يعني انه انا ما عم لاقي شغل، انا متدرب، انا بفهم بمهنة ما، بس ولكن ما عم لاقي الشغل يلي بناسب المهنة يلي انا شاطر فيها. خلينا لقيت مثلا انا فرصة عمل ولكن عم حس انه لسه ناقصني بنود لازم تكون موجودة، هي مهمة بالاساس، هي بحاجة للتدريب وصقل هي المهارة. خلينا نحكي بعد الحصول على فرصة العمل قدي اليوم التدريب مهم لحتى يثقل هي المهارة إن كان لأي شخص وشو ما كان مجاله بالحياة. التدريب مهم جدا ليثقل هي المهارات وحتى يصير صاحب الخبرة أو المتدرب، يعني مطلوب من حيث الكفاءة اللي راح يحققها. نحن منعاني أحياناً كتير بمؤسسات قطاع عام وقطاع خاص لدى بعض الموظفين الجدد مثلاً، منلاحظ أنه عدم قدرة على التنسيق فيما بينهم. تمام. يعني ما تعلم التدريب بيعلم الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي. هذا الذكاء الاجتماعي مصطلح جديد قديم، ولكن يجب أن لا نستهلكه بحصره في نطاق ضيق. الذكاء الاجتماعي هو أن تكون متميز وأنت تستطيع أن لا تكون مختلف، مختلف لديك اختلاف أقصد أو خلاف مع من حولك، سواء كان في العائلة أو في الأصدقاء أو في وسط العمل أو غيره. فكلما تطورت البيئة الأعمال الاجتماعية والقانونية كلما كان هنالك إنتاجية أفضل. كثيرين من أصحاب الشهادات لما بيتم توظيفهم في قطاعات معينة شهر أو شهرين أو ثلاثة بيتركوا العمل، أما من صاحب العمل أو منهم نفسهم. ليش؟ لأنه ما تدربوا على كيفية التوافق الفكري للعمل الجماعي ضمن روح الفريق، وما تدربوا أنه أنا مش موضوع ساعات دوام وآخذ راتب، لا، موضوع أنه أنا لازم آخذ أجرين، أجر مادي وأجر معنوي. الأجر المادي هو معروف الراتب الشهري أو الحوافز أو غيره، أما الأجر المعنوي هو أنا عندما أكتسب خبرة معينة في هذه المنشأة أو غيرها وأتطور وأتحسن ويكون هنالك تحسين نوعي في، ليس فقط في الخبرة والمعرفة وإنما في الوعي أيضا وفي العلم الذي أتلقاه في هذه المنشأة، أصبح كفاءة مرغوبة في نفس المنشأة، لا يمكن التخلي عني، بل أتلقى عروض أخرى من مؤسسات تالية. لذلك هذه الفكرة خريجين الجدد لا يعوها بشكل دقيق، قد يفهموها بشكل صحيح، ولكن الدقة هون أهم من الصحة، صحة المعلومة. لذلك نحن في التدريب قلنا في البداية نعلم في كافة مناحي الحياة لتكون ناجح. يعني مثلا الشخص إذا كان لا يستطيع أن يرسم خطة، ليس لديه خطة، لا يستطيع أن يميز ما بين الهدف والخطة وما بين الأمنيات. لو سألنا أي مواطن عادي حاليا أو أي شاب ما هي طموحاتك، ماذا ترغب، شو يقول؟ أريد أن يكون لدي مصاري، معي مال، وعندي سعادة، وعندي نجاح، وببلش يعدهم. هو لا يميز هذا المال. هي هذه أمنيات. إذن لحقق أمنياتي علي أن أرسم خطة. هالخطة لها مراحل ضمن برنامج زمني. كيف أصل إلى المال؟ كيف أصل إلى السعادة؟ فهل أستطيع أن أصل إلى المال وأنا ليس لدي الجرأة في أن أفعل ما يعرضني قليلا إلى المخاطرة وكثيرا إلى الأمان لتحقيق مشروعي الخاص أو لتحقيق تطوير نوعي؟ يعني كيف أكون أنا مرغوب لدى رب العمل؟ كيف أكون مرغوب لدى نفسي؟ كيف أكون شخص ريادي؟ يعني بشكل أو بآخر إذا لم نضع خطة وهدف في حياتنا محددة،
معنى ذلك لا نعرف في أي مهبط سنهبط. صحيح. مثل الطائرة اللي بتطلع من مطار دمشق الدولي، إذا ما عملت الخطة الرحلة أو فلايت بلان للرحلة ما بتعرف وين ستهبط، هل في دبي أم في القاهرة أم ستعود من منتصف الطريق. فيجب أن يتحدد البداية والنهاية، الأوريجين والديستنيشن. عندما نعرف حالنا من أين سننطلق وإلى أين سنصل والخطة موجودة، نصل إلى أهداف نموذجية ونوعية. تمام دكتور، هلأ حكينا أنه اليوم التدريب مهم لحتى نحصل على فرصة عمل وبتساعد بشكل كبير، ولكن خلينا نكون واقعيين. اليوم يمكن أغلب أو أكترية الشباب بعد التخرج بدون يلجأوا لسوق العمل، بيقول لك أنا خلال سنوات الدراسة لجأت كتير لكورسات لدورات تدريبية، إن كانت بمجالي أو حتى غير مجالي، إن كان كورسات باللغة أو بمهارات التواصل، ملك ما عم لاقي فرصة عمل. شو هي الأخطاء اليوم اللي بتأدي فعلاً أنه الشخص ما يحصل على وظيفة؟ هل ممكن بتأثر سنوات التدريب أو هنن مثلاً عم يدربوا بمجالات غير مجالاتهم؟ خلينا نوضحين. لا، أشكرك جزيل الشكر على هذا السؤال. هذا السؤال كتير مهم. أولاً اختيار مركز التدريب كتير مهم. صحيح. لسببين. أول سبب، هل هذا المركز هو مركز تدريب واقعي وحقيقي ولديه اعتماد وطني من وزارة التنمية الإدارية أو الوزارة المعنية في سوريا لمنح هذا الترخيص؟ هل حقق معايير الترخيص؟ ثلاثة والأهم من هذا، هل لديه الكفاءات الكبيرة والنوعية والعالية التي تستطيع أن تنهض بك؟ فكيف أنا أن أحضر أعلن عن دورة أو برنامج تدريبي بعنوان بزنس موديل، نموذج تجاري ناجح؟ بزنس موديل اليوم مشهور بالخليج وبسوريا وبكل دول العالم، أي حدا بده يشتغل مشروعه الخاص الصغير لازم يتعلم بزنس موديل والقراءة المالية لكي يحلل المصاريف والإيرادات ليصل إلى أرباح. يعني هذه أصغر شغلة من أصغر مؤسسة. طيب إذا كان المدرس فقير الحال، كيف أنا أقتنع بأن المعلومة التي ستقدم لي هي من رجل ذو كفاءة وذو تجربة وناجح إذا كان وضعه هو نفسه لا يحقق ذلك؟ إذن لازم يكون اختيار للمدرب. نحن في سوريا اليوم للأسف في يعني سوق التدريب فوضوي. يعني مثلا هلأ أنت بتشوفي على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك مثلا، بتلاحظي إعلان عن أكاديميات كثيرة، الأكاديمية البريطانية، الأكاديمية الألمانية، الأكاديمية الكندية، الكندي الأمريكي وهكذا. طيب حدا جهة اجت دققت وشافت انه هدول اللي عم يحطوا هالاعلانات والناس عم تسجل عندهم اونلاين وغير اونلاين، هدول حقيقيين؟ هدول عندهم دفعات من الخريجين؟ تم تقييم هؤلاء الخريجين؟ تم معرفه مين المدربين؟ هل المدربين فاشلون في الحياه ام غير فاشلون؟ هل هدول يتبعوا الى جهه معينه؟ باختصار لدينا مراكز تدريب كثيره هي عباره لا تخرج عن مراكز فيسبوكيه، ولكن للأسف هنالك الكثير من الذهنيات تعتبر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي هو برج عاجي كبير يستخدمون من خلاله الكلمات الجاذبة الطنانة الرنانة، وبالتالي تستهوي صغار العمر أحيانا لاتباع دورات معينة دون الوصول إلى نتائج. لذلك الاختيار المركز الصحيح، المدرب الصحيح، النتيجة الصحيحة، الاعتمادية الصحيحة، المتابعة ما بعد التخرج. يجب على المتدرب عندما ينتسب إلى مركز تدريبه أولا أكاديمية دايموند فيتشر أن يضع شروطه علينا، أن يقول أنا أتدرب لكي تتابعوني بعد التخرج. حلو، يعني كمان هي مسؤولية على الأكاديمية. واليوم ذكرت حضرتك أنه الصغار بالعمر هن أكثر متهورين بالتسجيل بهي الصفحات الوهمية أو الأكاديميات الوهمية اللي ما أنا موجودة على أرض الواقع، يمكن بسبب الشغف الزايد هون دكتور، استثمار للوقت بدون، استثمار للمهارات اللي موجودة عندهم، استثمار للقدرات اللي موجودة بداخلهم. اليوم نصيحتك لكل هدول الشباب يلي شغوفين عندهم مهارات عندهم وقت كافي لحتى يستثمروا كل شيء فيهم ويحولوا هي الطاقة يلي عندهم لشخص محترف ريادي، أهم نصيحة ممكن تقدمها لهدول دكتور؟ حقيقة أهم نصيحة لأي شاب اليوم يبحث عن مستقبل وطموح، شاب وصبية، شاب وصبية، أول شيء حافظوا على الشغف. هذا الشغف لا يعني إذا لم تتيسر الأمور وفشلنا في خطوة معينة أن نعتبر هذا تحدي لا نستطيع تجاوزه. إذن حافظوا على الشغف، لأنه إنجاز مشاريع وخطوات صغيرة سوف تؤدي بنا إلى إنجازات عظيمة.
يجب أن لا ننسى لحظة واحدة بأن يبقى الشغف حليفنا والأمل. اثنين، الخطط لازم أن يكون لدينا خطط طويلة المدى وبعيدة المدى. ثلاثة، الابتعاد كثيرا عن المصطلحات الطنانة الرنانة التي لا تقدم ولا تؤخر. الأهم من هذا كله متابعة أحدث ما توصل إليه العلم. يجب أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون، وليس أنا أبدأ كما يقال لي أن الدورة الفلانية والدورة الفلانية. يعني باختصار شديد، الشاب الذي لا يتقن اللغة الإنجليزية في هذا العصر، ولا يتقن استثمار الحاسب الآن، ولا يتقن مفردات الإدارة الرشيقة والإدارة النوعية، ولا يتقن التدريب المعرفي، وليس لديه الخبرة والكفاءة والطموح، وليس لديه طموح ذكي. لما أقول طموح ذكي يعني هنالك توازن بين الإمكانيات بمعنى الاستطاعة ورغبته وطموحه. يعني أنا لا أستطيع أن أضع أهداف ضخمة كبيرة وأمكانياتي صغيرة. يجب أن أضع هذا الهدف الكبير الذي لا يجب أن لا أحرم نفسي منه بعد فترة زمنية معينة، يبقى مخزن في الذاكرة لأصل إليه بعد تجاوز درجات. يعني كمن يقفز قفزا إلى السلم ليقع، يجب أن صعود السلم درجة درجة دون أن يكون هناك بطء ودون أن يكون هناك هدر للوقت. استثمار الوقت يكسبنا الزمن. وبالتالي أهم نصائح اليوم الذكاء الاصطناعي. هنالك من يقول أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى انعدام فرص العمل وسيؤدي إلى استغناء عن الكادر، لا، هذا الحكي ليس صحيح. نحن يجب أن لا نعادي أي مصطلح علمي، لأنه كما قلت في البداية العالم بالعلم والبحث العلمي أفضل، بالأخبار والشائعات أسوأ. لذلك الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الدقيقة، التكنولوجيا العادية، التدريب المعرفي، حافظوا على الشغب، الخطط، معرفة الهدف. يجب أن تميز بين ما تمتلكه أنت من مقدرات. من لا يعرف نفسه لا يعرف أن يرسم خطة. أهم شيء تطوير وتحديث كل الإمكانيات والمعلومات يلي هو موجودة عنده. خلص وقتنا معك دكتور للأسف، يعني أهم النصائح قدمت لنا إياها اليوم، وبدنا نتشكرك دكتور ناصر على كل المعلومات، وإن شاء الله هيك كل الشباب والصبايا يلاقوا فرص العمل ويسقلوا مهاراتهم بالتدريب بشكل صح. شكرا لك. شكرا كثير لكم. أكاديمية دايموند فيوتشر تتحمل المسؤولية لتخريج كوادر كفؤة تحقق مساهمة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني. أكيد، يعطيكم ألف عافية ومشكورة جهودكم دائما لأنكم عم تستثمروا طاقات هدول الشباب وإبداعاتهم. شكرا لك ولكل النصائح المهمة اللي قدمتها دكتور ناصر. شكرا لكم.